تولي حكومة سلطنة عمان اهتماماً خاصاً بالتراث، فأصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في 10 من أبريل عام 1976 مرسوماً سلطانياً سامياً بإنشاء وزارة التراث القومي لإحياء التراث العماني وإبراز الأمجاد العظيمة التي حققها أبناء هذا الشعب عبر التاريخ. من هنا كان مجال وزارة التراث القومي والثقافة يتراوح ما بين الإشراف على التنقيبات الأثرية وترميم القلاع والحصون وإحياء الحرف التقليدية بدعمها وتشجيعها وإقامة المتاحف المختلفة التي تحوي آثاراً هامة. كما اهتمت الوزارة أيضاً بتجميع الوثائق والمخطوطات، ففي 27 من أكتوبر عام 1977 صدر مرسوم سلطاني بإنشاء دار للمخطوطات تهتم بجمع المخطوطات وصيانتها وفهرستها وتصنيفها حتى يسهل الانتفاع بها. وتمكنت الوزارة من جمع حوالي 4000 مخطوط سواء من المواطنين أو من دور المخطوطات بالخارج. وتبحث هذه المخطوطات في مختلف العلوم كالتفسير والحديث الشريف والفقه والتاريخ والأدب والعلوم الطبية والفلكية والبحرية ونظام الري. ومن المخطوطات ذات القيمة الكبيرة التي تحويها الدار بردة البوصيري الشهيرة الكواكب الدرية في مدح خير البرية التي نظمها في 7 الهجري، وذلك إثر مرضه بالفالج ورؤيته الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يلقي عليه ببردته فيستيقظ ليجد نفسه وقد برأ من مرضه. يقول في مطلع البردة: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. كما تحوي دار المخطوطات فيما تحوي مجموعة قيمة من المصاحف النادرة كتب بعضها بماء الذهب وزخرفت صفحاتها بألوان زاهية ما زالت على حالها باقية حتى اليوم بالرغم من مرور سنوات طويلة على نسخها، وكأنما كان نسخ القرآن الكريم لونا من ألوان العبادة وتعبيرا من الناسخ عن مدى عمق توقيره لما ينسخه. وتظهر براعة الناسخ الفنية الذي أودع كل صنوف فن الزخرفة الإسلامية على صفحات أغلى مخطوط يعتز به القرآن الكريم. ولا شك أن تفوق العرب في علم الفلك راجع إلى الصحاري الواسعة التي كانت تحتاج إلى مهارة متقدمة في معرفة الجهات ولا سيما ليلا وللاهتداء بالنجوم. فالصحراء كالبحر كلاهما يحتاج إلى علم الفلك، وكان تقدم العمانيين في هذا العلم هو الذي شجعهم على التوسع في بناء السفن والتوغل في المحيط الهندي شرقا حتى السواحل الصينية وغربا حتى ساحل إفريقيا الشرقي.
وتحوي الدار مخطوط معدن الأسرار في علم البحار لصاحبه ناصر بن علي الخضوري. وكذلك مخطوط كشف الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية والرقوم الحرفية تأليف عمر بن مسعود المنذري، ومخطوط نفحة الأزهار في علم البحار تأليف محمد بن ناصر. ويقف أحمد بن ماجد على رأس مؤلفي المخطوطات البحرية والفلكية العمانيين، إذ أن له مخطوط ثلاث أزهار في علم البحار دون فيه استعمالات الإبرة المغناطيسية وطور تجديد خطوط الطول والعرض، مما أتاح للبحارة العرب قطع مسافات شاسعة في المحيط دون الاستعانة بالسواحل. ومن بين مخطوطات الدار التي عهدت وزارة التراث القومي والثقافة بمعظمها إلى المختصين لتحقيقها، ثم قامت بعد ذلك بطبعها ونشرها، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة تأليف العلامة جميل بن خميس السعدي، الذي ألفه في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، ويتكون من 92 جزءاً. كما ترك لنا العلماء العمانيون أيضا مخطوطات هامة، فهذا كتاب المصنف تأليف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي، ويقع في 42 جزءا. وها نحن نلمح بين المخطوطات كتاب جمهرة العرب لمؤلفه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، وهو من الرعيل الأول من العلماء الذين أنجبتهم عمان من أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤلف كتاب العين. وكتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العتبي الصحاري المتوفي سنة 146 هجرية، والذي أسهم في إثراء فن الأنساب بكتابه هذا، إذ جعله كتابا جامعا لأنساب العرب ذكر فيه شيئا من الأخبار وشواهد الأشعار كما يقول في تقديمه للكتاب. ومن الكتب التي نشرتها وزارة التراث القومي والثقافة كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن سعيد بن علي بن سعود الشقصي الرستاقي من مواليد آخر القرن العاشر الهجري، والكتاب في 20 جزءا يحتوي على ضروب من علوم الشريعة. أما هذا الكتاب فهو بيان الشرع للعالم محمد بن إبراهيم الكندي السمدي النزوي، ويقع في 72 جزءا. وهذا كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار لفقيه مجهول، ألفه لمهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي الأباضي، وصدر في 4 أجزاء. وأخيرا ها نحن نلمح كتاب جواهر الآثار لجمعة بن علي الصائغي، ويقع في 14 جزءا. إن المخطوطات كالآثار ذاكرة الأمة، ومن لا ذاكرة له
لا شخصية له. من هنا كان حرص نهضتنا العمانية الحديثة على تراثنا الحضاري، بحيث تكون لها جذورها الضاربة في أعماق التاريخ. فالمخطوطات العمانية ليست إلا حلقة من حلقات هذا التراث.